النمسا تطالب بوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وتحذر من التداعيات. حزب الحرية يواجه تحديات في إيجاد شريك يرضى به. عودة مظاهرات الخميس الأسبوعية احتجاجاً على التحالف مع اليمين. الجالية اليهودية بالنمسا تعبر عن قلقها بعد فوز اليمين في الانتخابات. انخفاض التضخم إلى 1.8% في سبتمبر في أدنى مستوى منذ 2021. وارتفاع معدل البطالة في النمسا بنسبة 10.6% خلال سبتمبر. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. دعا وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ إلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار عاجل ومستدام بين تنظيم حزب الله الإرهابي وإسرائيل، محذرا من خطورة استمرار التصعيد. وأكد شالنبرغ أن الوضع في الشرق الأوسط يمثل تهديدا للمنطقة والعالم، مما يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. وأوضح الوزير أنه أجرى مشاورات مع جوزيف بوريل ومسؤول الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة، مشيرا إلى أن تصاعد المواجهة قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن السيطرة عليها، كما شدد على أهمية حماية المدنيين وسط الهجمات المتبادلة بين الطرفين. حقق حزب الحرية النمساوي إفبو انتصارا تاريخيا بتصدره الانتخابات البرلمانية، مسجلا زيادة في نسبة الأصوات تجاوزت 12 نقطة مئوية. وبحسب الخبراء، رغم هذا النجاح لا يزال مصير هربت كيكر رئيس الحزب في تولي منصب المستشار غير محسوم، إذ يرفض حزب الشعب أوفوبي التحالف معه طالما بقي في القيادة. من جانبه أكد كيكر استعداده للتفاوض مع جميع الأحزاب، بينما يستبعد تنازله عن القيادة، مشيرا إلى أخطاء الماضي التي لا يرغب في تكرارها. وفي حال فشل التحالف قد يستمر الحزب في المعارضة مع تعزيز موقفه السياسي في الانتخابات المحلية المقبلة. بعد فوز حزب الحرية النمساوي إفبو في الانتخابات، أعلن عن عودة مظاهرات الخميس التي كانت قد نظمت سابقا في الأعوام 2000 و2018 احتجاجا على مشاركة الحزب في الحكومة. وتحت شعار فيكس تسام جيجنريشتس، ستنطلق أول فاعلية يوم الخميس 3 أكتوبر أمام البرلمان في الساعة 6 مساء، وتنتهي في ماريا تريزا بلاتس 8:15 مساء. ويهدف المنظمون إلى التصدي لما وصفوه بتحالف يميني متطرف والدفاع عن الديمقراطية والتضامن الاجتماعي. وانطلقت هذه المظاهرات منذ عام 2000 ضد تحالف شفاتس بلاو، وعادت في 2018 احتجاجا على تحالف تركيز بلاو بقيادة سيباستيان كورت. أثار فوز حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف الانتخابات البرلمانية قلقا كبيرا داخل الجالية اليهودية في فيينا، وفقا لرئيس الجالية أوسكار دويتش. واعتبر دويتش أن هذا النجاح يشكل تهديدا للكثيرين، مشيرا إلى حوادث مثيرة للقلق مثل حضور سياسيين من الحزب جنازة شهدت غناء أغنية ذات ماضي نازي. وأوضح دويتش أن مثل هذه الحوادث تحدث بانتظام، معتبرا أن الأيديولوجيات المتطرفة لا تزال جزءا من هوية الحزب. ورغم فوز حزب الحرية ب 29% من الأصوات، شدد دويتش على أن غالبية الناخبين صوتوا ضد انضمامه إلى الحكومة. تراجعت نسبة التضخم في النمسا لشهر سبتمبر 2024 إلى 1.8%، وهي الأدنى منذ فبراير 2021 وفقا لتقديرات ستاتيك أستوريا. ومقارنة بشهر أغسطس، من المتوقع انخفاض الأسعار بنسبة 0.1%، ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الوقود، مما جعل التضخم لأول مرة منذ أبريل 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الأوروبي. ورغم تباطؤ السيادات في أسعار الخدمات، لا تزال الخدمات المحرك الرئيسي للتضخم. وأكد وزير المالية المؤقت ماغنوس برونا أن النمسا تتماشى مع نسبة التضخم المستهدفة للاتحاد الأوروبي. شهدت البطالة في النمسا ارتفاعا ملحوظا بنهاية سبتمبر، حيث تم تسجيل أكثر من 354 ألف شخص لدى خدمة سوق العمل، منهم 279 ألف عاطلا عن العمل و74 ألف في برامج التدريب. وارتفعت البطالة بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي بزيادة قدرها 34 ألف شخص، كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 6.6%. وقالت رئيسة آم إس بيترا تراكسل إن التوقعات الاقتصادية وأرقام البطالة المتزايدة لا تشير إلى انتعاش قريب، وقد شهد قطاع الصناعة أكبر نسبة زيادة في البطالة بنسبة 17%، يليه قطاع النقل والتخزين في ظل تراجع واضح في سوق العمل وتراجع الوظائف الشاغرة
بنسبة 14%. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.